اتفق الجميع في هذا المكان معارضة ورئيسا وأغلبية ونوابا على الاختلالات التي يعرفها هذا البلد. الكل أقر وكان نعاودها أغلبية ومعارضة الشيء اللي اتفقنا عليه خلال هذه المدة كاملة هو الملف ديال النظر. الاختلالات اللي كيعرفها الملف ديال النظر فلا يعقل بين عشية وضحاها. البارح كنت صوتوا على أنه كاملين على أنه كاين اختلالات وتم التصويت على بناء على المادة 215 من القانون التنظيمي على لجنة التقصي لدراسة هذه الاختلالات وإيجاد الحلول المناسبة لها بإشراك جميع الأطراف المتدخلة في الموضوع. كنتفاجئوا الآن بقوليو باش نشوفوا احنا الاختلالات واللي ما أكثرها والتي أقر بها الجميع كيتم التغاضي عنها وكيتم إضافة واحد المبلغ اللي هو كولوسال 640 مليون تقريبا دون الرجوع لدفتر التحملات دون الرجوع لدراسة ومتابعة الالتزامات التي يتكلف بها أو يتحملها المفوض إليه والالتزامات بالتالي التي يتحملها المفوض. وأعني بالأمر هل الجماعة يعني أحدثت أو شكلت جميع اللجان ديال التتبع والمصلحة ديال المراقبة والمسائل اللي خصها ديرها والمتابعة خلال 3 سنوات أو سنتين ديال التدبير المفوض ما لقينا حتى شي بيناليتي على هذه الشركة. غريب أنها